مشته هنا، انا خايف تنزل على بطاريه. ايه بكم؟ 84، وهذا النوع حيطلع لك ب 5 صبة كلها قص. وذا شو له؟ هذاك توهى ولا تطف يعني تقوي المروحة. توطها إذا أنت شي توهى المروحة توطها كذا. لا أقدر المروة لعت وهى. هنا أنت عادي بالبداية تخلى مرفوع. أحسن من القاسة. وين حق هذا يجي هنا؟ وهذا اللي بس يتخزق. هذا طري ولا مروح؟ كيفه؟ البطارية ب70,000. لا بطارية صغيرة. البطارية حق البيت وفي على خير من البطارية حق البيت، بعدين تشغليها طول اليوم ما تأثرش لأني 3 فلفل المروحة. يعني ما بتشتغل المروحة بس؟ المروحة تقوي النار مثل الخير، تخليها مثل الشوفة. هي بس أجنة تروح تحت فحم ولا إيش؟ أه؟ تروحوا هنا فحم فحم. هنا هنا تروحوا الفحم. تروحوا ولا شيء فحم ولا حبة واحدة ولا سفري من هذاك السفري. تولعيها وتطرحي بعدين تطرحي صغيرة سوداء كذا لما يولعين تطرحي حطب بالاخير حطب ولا اي حاجة. كم حزاق عادي و لما استدى الحزاق تستدى الهواء بس ما يكون الفحم خيره. ها؟ يكون فحم خيره. لك انا اقول لك منين تقلل الهواء؟ يقلل. خلينا الخلسه هذيك لاجل تقليل الهواء، لان انا فعلت واحده الاولى ما وقعت الا بس حمد يقول على مالك افعل صاحبها. كانت معلل الكيس السن 5 دقائق. وهذا مروحة. ما يحصل الفحم البلدي ولا السفر الذي يصنعه؟ لا لا هذا اللي بالبداية يولع الفحم البلدي. قدي ولع ذا الحين هذا؟ أدري. راح يدفع في ذا. نعم تصور ذا الحين. شو أصور كيف تسوي لي ذا؟ لا جو احنا نفعل مثل هذا ما تقدر ما نفعل الا بس ما تقول ما عترت سلسلة انت ترسلها لاي واحد. لا هي صورة كبيرة. لا لا بقصقصها. ايوه هذا اذا هل قص ولا صبة؟ قص كيف تكون صبة؟ قصتها المروعة في الحصة. يا الجديد جديد خل على ما هذاك لاجل ما يولع وبعدين نوطه. اول شيء تفعلها كذا يعني قليل سود بس مد ما يولع. فرقة لما يولع سواء. سمعت. بعدين بالاخير تروح حطب. لا يطلع الشعلة مثل الداخل. يعني دقيقة ثلاث. وانه والع. وانه والع الطاولة تروح يعني حطب. هذه يا ابن حطب من هؤلاء الذين. خل. وين حق هذا؟ مالنا؟ ذا فوق فوقك ها معاه مثبت وجاهز. هذا قد مثبت له هذا الحين طرحنا ذا الحين الاجن ثبته بين هذا. قوم بالهبة يا ولد بداية بداية يحمي يعني 3 دقائق والنار تطلع. الحين اترككم بدأت يا ولد تشتغل. ايوه ذا الحين خلاص هذا كلع حشاي ترى هذا الحين ما عندك.
الاعدادات تشتغل. كم بعد كفيت يا سود؟ هؤلاء يوجد لك قهوة. هؤلاء زبرين الشاهي فل. دوخن بالبداية ولا قد ولعت النار ما عاد مش دوخان. باقص صوص منت. هذا قص. وقالوا اللي من السمنت فوق. لاجل ما يتشلح. يبقوا ديم القطري. ده يا أحمد وخارج. ما يحمش القصة عادل. طويل شوية. قص ولعت يا غلوان. خلاص يا بحر.